بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومحبي ومتابعي قناة النادي الأهلي، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل، ونقل مباراة الجولة 9 من دوري السوبر أو دوري الترتيبي لكرة السلة، مرحلة الذهاب والإياب ما بين نادي الأهلي ونادي الجيش. معكم إن شاء الله من خلال هذه المباراة ونقل أحداث هذه المباراة والجولة 9. نبدأ بتشكيل النادي الأهلي النهاردة. تشكيل النادي الأهلي مكون من عمرو الجندي رقم 0، أليكس يانج رقم 5، سيف سمير رقم 8، مودي الجرحي رقم 10، محمود وليد مصعد من 18 سنة رقم 11، أحمد مهيب رقم 14، عبد الفضيل رقم 15، محمد أبو النصر رقم 23، عبد الله ناصر رقم 33، عمر طارق رقم 55، حاتم البحيري رقم 77، وأخيرا مؤمن طارق خيري رقم 9. النهارده قائمة النادي الأهلي تشهد مشاركة 3 لاعبين مصعدين من 18 سنة وهم محمود وليد وعبد الله ناصر ومؤمن طارق خيري. القيادة الفنية للكابتن أشرف توفيق ومعاوناها الكابتن سيد مصطفى والكابتن أحمد الجرحي. أما تشكيل نادي الجيش النهارده فيمثله أحمد عادل رقم 1، مروان عاطف رقم 3، عاصم قاسم رقم 5، محمد منصور رقم 7، محمد فؤاد كابتن الفريق رقم 8، هادي أسامة البلتاجي رقم 9، معتز مشعل رقم 10، محمد القوصي رقم 14، فتحي زكي رقم 21، زياد دهشان رقم 24، إبراهيم هشام رقم 77، وأخيرا أسامة بلال رقم 99. القيادة الفنية غير مديرا فنيا ومعاوناها الدكتور محمد جاد والكابتن أحمد الجزار. في خلال ثواني سنبدا المباراه. واللاين اب للنادي الاهلي النهارده مكون من محمود وليد رقم 11، أليكس يانج رقم 5، عمرو الجندي رقم 0 ورقم 55، عمر طارق وسيف سمير رقم 8. غيابات النادي الاهلي النهارده: ايهاب امين لازال، سلامات طبعا لكل لاعبتنا المصابين. ايهاب امين لازال تحت الملاحظه لانه عنده شرخ في صباعه، واحمد حمدي مزق في الخلفيه، محمد مودي مصطفى عنده أيضا مزق في الخلفية، والجمال التهاب في باطن القدم، السلعوة لا زال في مصاب، ومعتز حسني خارج التشكيل. خماسي نادي الجيش: هادي أسامة رقم 9، معتز مشعل رقم 10، ورقم 8 محمد فؤاد، ورقم 5 عاصم قاسم، وأخيرا فتحي زكي رقم 21. حكام المباراة النهاردة: حكم أول كابتن سامح زكي، حكم تاني كابتن إيهاب عبدين، حكم تالت كابتن خالد الجمل. والترابيزة النهاردة تشهد وجود كابتن محمد أسامة وعبد الرحمن البهنساوي وإسلام عصمت، وتحيات أو السلامات ما بين المديرين الفنيين، اتنين مديرين فنيين كبار جدا، كابتن أشرف توفيق أو كابتن طارق خيري. ولحظات ونبدأ المباراة. مودي الجرحي وأليكس يانج، عمر طارق، محمود وليد، عمرو الجندي، ده خماسي النادي الأهلي. أما خماسي نادي الزمالك: محمد فؤاد، هادي أسامة البلتاجي، فتحي زكي، عاصم قاسم، ومعتز مشعل. رمية القفزة والجامبول ما بين فتحي وعمر طارق، وإعادة مرة أخرى الكابتن إيهاب عبدين زي ما حضراتكم شايفين كده. وهقول لحضراتكم في التوقفات نتائج الفرقتين، واحمر اوت زي ما قال الكابتن إيهاب عبدين لان الكره ما طلعتش الى المدى الاعلى. الحيازه للنادي الاهلي: مودي الجرحي هو اللي هيطلع الاوت. مودي الجرحي، ما انتم زون ديفنس نادي الجيش. أليكس يانج، أليكس كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو الجندي واختراقات من ميدل، يسلم لعمر طارق تحت الباسكت، واحد على واحد اللي بيطلع كيك اوت لمودي الجرحي. مودي قرر يخترق، بيسلم لكن ما تظبطش كده الباصه، وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الجيش. عاصم قاسم من نادي الجيش هو اللي هيمسك الملعب، لان المفروض رقابه لصيقه من عمر على هادي اسامه البلتاجي. عاصم قاسم بيسلم لمشعل، وهو الشقيق الاصغر لمصطفى مشعل لاعب نادي الزمالك الحالي. أليكس بيعمل الستيل، بيجري على الفاست بريك، أليكس 3 على 2،
محمود وحيد يستلم يروح الباور لاب ويسجل ويفتتح نقاط اول نقاط المباراه. نقطتين للنادي الاهلي. معتز مشعل من نادي الجيش مع اليكس يانج بيخترق يطلع لفتحي زكي. فتحي الاهلي مان تو مان. معتز مشعل لعاصم قاسم. عاصم قرر يقف شاط بشماله ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي اللي بيسلم بدوره المودي الجرحي في صناعه اللعب. عمرو الجندي تاني اليكس يانج ابو كايرو تحت الباسكت لعمر طارق وينجح في التسجيل. عمر طارق عفوا. نقطتين وخطا شخصي على فتحي زكي رقم 21 ورميه حره اضافيه او الاند 1 لعمر طارق من النادي الاهلي. 8 دقائق 49 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه الكوارتر الاول. ادي عمر طارق والاند 1 ينجح في التسجيل. لسه محمود وليد هو فارض رقابه لصيقه جدا على هادي اسامه واحد من مفاتيح اللعب. هادي اسامه وخبره كبيره في مركز صناعه اللعب ومع نادي الجيش. محمد فؤاد يقف يشوط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. يلم هادي اسامه يجدد معاه زمن الهجمه 14 ثانيه. يطلب السكرين من عاصم قاسم. هادي يحاول يخترق مع عمر طارق الكيك اوت يطلع لعاصم قاسم يلف ويرتكس بلوك حلو قوي من عمر طارق لمعتز مشعل. اخر ثانيتين على 24 لكن هنا قرار الحكم ايه؟ انتهى زمن الهجمه وال 24 ثانيه وتقول الكره لصالح النادي الاهلي. مودي الجرحي بيعدي نص ملعبه. مودي لابو كايرو. ابو كايرو لعمر الجندي وافتتاح الثلاثيات واول 3 بوينت لعمر الجندي. 8 لا شيء لصالح النادي الاهلي. 8 دقائق على انتهاء الكوارتر الاول. وادي عاصم قاسم لفتحي زكي. هادي اسامه حاول يلعب واحد على واحد يسلم لعاصم قاسم تحت الباسكت لكن خطا شخصي على عمر طارق واوت سايد من الحد النهائي للملعب. اوت سايد لصالح نادي الجيش. اول خطا شخصي على عمر طارق او بمعنى صح خطا شخصي للاهلي وخطا شخصي لنادي الجيش. عاصم قاسم لهادي اسامه يمارس هوايته في الثلاثه بونت ما بينجحش في التسجيل. يلم فؤاد والسكند شوت وينجح لكن ما بينجحش ايضا في التسجيل. محمود وليد يلم الكوره ويرتكب معاه معتز مشعل خطا شخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. محمود وليد ومودي الجرحي خبره كبيره. مودي عدى بملعبه مع هادي اسامه لابو كايرو او اليكس يانج. عمرو الجندي عمرو مع تراب قلب الناحيه الثانيه لاليكس يانج اللي بيعلق لعمر طارق من فوق لفوق عمر وبينجح في الفولو يسجل نقطتين. وعمرو الجندي كده يعني يعني في الكره الاخيره الحذاء اتخلع فوقف الملعب هنا عشان عمرو الجندي يعني واحده من المواقف الطريفه يرتدي حذائه. عمرو الجندي بيتم ايقاف الملعب عشان ارتدى حذائه خلاص ونرجع للمباراه تاني. 18 ثانيه زمن الهجمه والكره لنادي الجيش. هادي اسامه فتحي زكي بيعمل له سكرين يقلب الناحيه الثانيه المعتز مشعل بيهوش اليكس يانج بيعدي ويوصل يسلم لعاصم قاسم من الميدل ما بيشوط ما بيجيبش. عمرو الجندي بيطلع لاليكس يانج. محمود وليد اللي قاطع راح ما بينجحش في التسجيل بيحاول عليها تاني لكن هادي اسامه على الديفنسيف ريباوند بيعدي ملعبه. هادي اسامه بيجي له سكرين عدى هادي وقف شوت ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي بيلم على طول ديفنسيف ريباوند ابو كايرو بنتريشن واحد على واحد هو وفتحي وينجح في التسجيل. اليكس يانج الشهير بابو كايرو. طبعا هنا ابو كايرو نظرا لانه يعني رزق ببنت سماها تيمنا بالقاهره وسماها كايرو. نرجع للمباراة وخطا شخصي على ابو كايرو او عفوا على مودي الجرحي. لسه النتيجة 12 لا شيء لصالح النادي الاهلي. خرج فتحي زكي تغيير كده صفوف نادي الجيش. خرج فتحي زكي ونزل احمد عادل. يعني سلامات لاحمد عادل لان عرفت ان هو كان قبل المباراة كده يعني بيطمنوا عليها هل هينزل ولا لا. او خرج تاني معتز مشعل ونزل محمد خالد الأوصي.
لسه الملعب متوقف. هنا الحكم يعني بيقول لاحمد عادل مش هينفع تلعب بالقصه دي، يعني اللي على دماغه ده. خلاص تم السماح لي لاحمد عادل بالنزول بالملعب. الاوسي والله يطلع الاوت، واحمد عادل اوبن شوت 3 بوينت، نجح في تسجيل اول ثلاث نقاط، اول نقاط المباراه لنادي الجيش. 12-3 اعزائي المشاهدين، 6 دقائق 7 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. تعادل الفريقين في الفاولات. مودي الجرحي لابو كايرو بتعمل عليه تراب، وصل الكره لمحمود وليد اللي نجح بدوره انه ياخدها تاني، لكن مخالفه الباك زون من الكابتن خالد، واوتسايد لصالح نادي الجيش. اوتسايد لصالح نادي الجيش. الاوسي هيطلع الاوت. ما زال يعني لسه المدربين بيتكلموا مع الحكم في هذا القرار. الاوسي من الجيش بيعدي، طلع كيك اوت لاحمد عادل، جرب حظه تاني انه بدات تعمل له بلوك حلو قوي من عمرو الجندي، لكن احمد عادل يقطع في السكه تاني ويسلم للقوصي على البيز لاين، بيشوت 3 بوينت ما بنجحش في تسجيل. عمر طارق من اعلى نقطه على طول للجندي، الجندي المودي، مودي الجرحي مستني السكرين، بيدي لعمر طارق، عمر طارق لمودي تاني، عمرو الجندي تحت الباسكت ومعاه هادي والميس ماتش، استغل الميس ماتش، يطلع كيك اوت، عمر طارق يدي تاني لعمرو الجندي، عمرو الجندي بيلف يطلع لالكس يانج في الخمس ثواني الاخيره، اليكس بيشوط ما بينجحش في التسجيل. محمود وليد بيرجح في الديفنس الاوفنسيف ريباوند ويتعمل بلوك لعمر طارق من احمد عادل، وتقول الكره الى نادي الجيش. خالد الوصي او احمد او محمد الوصي، عاصم اسب من الجيش، زون ديفنس النادي الاهلي. 12-3 اعزائي المشاهدين. احمد عادل يقلب الناحيه الثانيه، الوصي بيعدي يسلم لقاسم من تحت الباسكت والباور لياب وينجح في تسجيل نقطتين كمان. 12-7 او 12-5 اعزائي المشاهدين، 4 دقائق 40 ثانية. مودي الجرحي لالكس يانج، عمرو الجندي تحت الباسكت، مودي فاضي بيهوش مودي لكن ما بينجحش في المحاوله بتاعته، سلم احمد عادل على طول بيطلع بملعبه. احمد عادل لمحمد فؤاد تحت الباسكت للقوصي، شاط القوصي ما نجحش في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي ويجري على الفاست بريك. عمرو سلم لابو كايرو بيهوش يخترق لمحمود وليد وتراي على الباسكت كده لكن ما بينجحش في التسجيل، وخطا شخصي على عاصم قاسم لاعب رقم 5 من نادي الجيش، ورميتين حرتين لمحمود وليد، واحد من اللاعبين اللي دفع بيهم الكابتن اشرف من خلال هذا الموسم في دوري المرتبط، واثبت جدارته مع زملائه زي عبد الله ناصر وعمرو علاء زهران وبودي حسام ومؤمن طارق خير. وادي محمود وليد والرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل. هارد لك يا محمود. 12-5 4 دقائق 14 ثانية على انتهاء الكوارتر الاول. محمود وليد ينجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه، وتغيير في صفوف نادي الجيش. مروان عاطف مكان محمد فؤاد، تلتاشر خمسة. عاصم قاسم لاحمد عادل من الجيش، منتومان نادي الاهلي. مروان عاطف بيضغط عليه محمود وليد، بياخد سكرين من عاصم قاسم لكن هنا اوفنسيف فاول زي ما قال الكابتن ايهاب عابدين على عاصم قاسم، واوت سايد لصالح نادي الاهلي. ثلاث اخطاء شخصيه على نادي الجيش وخطئين على النادي الاهلي. محمود وليد وادي مودي الجرحي ومعاه هادي اسامه تعمل دفاع قوي. اليكس يانج، اليكس قرر يخترق بيمينه وينجح في التسجيل. اليكس يانج 15-5. هادي اسامه بيسلم لعاصم قاسم وبتراي كده باك لياب بينجح في التسجيل، وخطا شخصي على عمر طارق، باسكت كاونت ورميه حره اضافيه او الاند 1. تغيير
هيتم تغيير اللي هيشوط. وادي عمر طارق خطأين شخصيين لغايه دلوقتي، وعاصم قاسم الرميه الحره الاضافيه، وهيغير على طول، هينزل اسامه بلال بدلا من عاصم قاسم رقم 5. 3 دقائق 40 ثانيه اعزائي المشاهدين، 15 الاهلي 8 الجيش. اليكس يانج اخترق اليكس، طلع كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو اختراقات عمرو، علق عمرو ما ينجحش في التسجيل، عمر طارق عدل اوفنسيف ريباوند وخطا شخصي على اسامه بلال لسه نازل حالا رقم 99، ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. عمر طارق ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. عمر طارق على تنفيذ الرميه الحره الثانيه. ما نجحش في الاولى لكن نجح في الثانيه. واحد من اللعيبه القادمين هذا الموسم في انتقالات الصيفيه او انتقالات الشتويه عفوا. هادي اسامه مع محمود وليد، هادي حاول اخترق، هادي طلع كيك اوت للقوصي، قوصي اخترق من الميدل، يوصل سلم لاسامه بلال اللي بيطلع بدوره لاحمد عادل اللي بيهوش يقف يسلم لاسامه بلال تاني، والكيك اوت للقوصي يشوط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم محمود وليد يباصي كده لمودي الجرح لكن يعمل الستيل للقوصي ويسجل نقطتين، يدي الفرق الى 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 50 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول اعزائي المشاهدين. اليكس يانج ومع احمد عادل، اليكس يخترق علق لكن ما بينجحش في انه يستلم الكوره. هادي اسامه والفص بريك 3-2 لمروان عاطف، عنده نسبه شاط ما بيجيبش، يلم على طول عمر طارق، خطا شخصي على اسامه، هادي اسامه ورميتين حرتين، خطا شخصي على نادي الجيش يرتكبه هادي اسامه رقم 9 ورميتين لعمر طارق. رميتين لعمر طارق 16-10، لم ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. ما بين كل كوارتر كده او في كل توقف هقول لكم على بعض الاحصائيات اللي بنعملها دلوقتي. وادي عمر طارق على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، نجح في التسجيل، شايط 4 جايب 2 نسبته 50%، غير عمر طارق ونزل سيف سمير. عمر طارق 2 فاول. دقيقتين 30 ثانية، كرة مع نادي الجيش، هادي أسامة بيعدي، هادي يطلع لأسامة بلال، هادي تاني ميديم، هادي شاط ما بينجحش التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول عند سيف، عمر وليد أو محمود وليد، محمود لمودي الجرحي لسيف تحت الباسكت بيلف ويوصل لكن ما بينجحش التسجيل. أحمد عادل يلم لسه الكرة في الملعب، وأليكس يانج وتلاتات أليكس لكن كان دايس على اللاين بتحسب باتنين، تصبح النتيجة 19-10. دقيقتين بالتمام والكمال على انتهاء الكوارتر الأول. أحمد عادل من الجيش بيخترق وصل وينجح في تسجيل نقطتين، مودي الجرح على طول عايز يلعب الكرة السريعة يعمل فص بريك لكن عمرو الجندي يستلم الكرة ويهدى على ملعبه يطلب لأليكس يانج، أليكس واختراقات أليكس، وصل أليكس ما بينجحش أليكس، يلم على طول الوصل من الجيش يطلع ملعبه لاحمد عادل، وقف شاط ما بينجحش في التسجيل، يلم سيف سمير اللي بيسلم بدوره لعمرو الجندي، عمرو يكمل، عمرو باك بيفوت، عمرو وصل، عمرو يطلع كيك اوت لمودي الجرحي، وتلاتات مودي الجرحي، تلاتات مودي الجرحي، مودي الجرحي ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفرق الى 10 نقاط 22-12. دقيقة 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. لسه محمود وليد ماسك هادي اسامه، نجح حتى هذه اللحظات، وادي هادي وشاط هادي لكن الكره اوت سايد لصالح نادي الجيش، و10 ثواني او 11 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه.
55 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الأول، تغيير في صفوف نادي الجيش، خرج هادي أسامة ونزل إبراهيم هشام. إبراهيم هشام سلم لأسامة، أسامة بلال لأحمد عادل لإبراهيم هشام اللي لسه نازل، وصل يباصي لأسامة بلال يلحق الكرة لكن يطلع كيك أوت، وال 24 ثانية زمن الهجمة تنتهي وتؤول الكرة إلى صالح النادي الأهلي. 42 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية على انتهاء الكوارتر الأول، 22 الأهلي 12 الجيش. محمود وليد عدى بملعبه، حاول معاه أسامة بلال لكن هنا مخالفة المشي بالكرة وأوت سايد لصالح نادي الجيش. مودي الجرح كده بيشجعه ويقول له مفيش حاجة ولا يهمك. وتغيير، خرج محمود وليد، أدى يعني كوارتر كويس جدا دفاعيا، برافو عليه، بيتلقى التشجيع، حتى كابتن سيد كمان واخده في حضنه وبيسلم عليه. أسامة بلال هو اللي ماسك الملعب، يسلم لمروان عاطف، مروان لأحمد عادل، لإبراهيم هشام تاني، ياخد سكرين من أسامة ويوصل، ما بينجحش في التسجيل، يلم عمرو الجندي وخطأ شخصي على إبراهيم هشام رقم 77 ورميتين حرتين لصالح النادي الأهلي. على التنفيذ عمرو الجندي، عمرو الجندي على تنفيذ رميتين الحرتين، 22 ثانية 10 نقاط فارق، 22 12 كده 23 12 لصالح النادي الأهلي. وادي الرمية الحرة الثانية ما بنجحش في التسجيل. إبراهيم هشام من الجيش، يعدي إبراهيم يقف يشوط 3 بوينت 2 بوينت وينجح في التسجيل نقطتين. آخر 8 ثواني، عمرو الجندي يسلم لسيف سمير الفاضي خالص ويهوش ويطلع وينجح في اخر ثانيتين انه ياخد خطا شخصي على احمد عادل ورميتين حرتين لصالح ابراهيم او عفوا سيف سمير. على التنفيذ سيف سمير رميتين حرتين 23 14 ثانيتين وسبع اجزاء من الثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. نجح سيف في تسجيل الرميه الحره الاولى. والرميه الحره الثانيه سيف نجح ايضا في التسجيل اخر ثانيتين. الاوصي ينجح مودي الجرح ناخد الكره ويشوط لكن خلاص سبقتها البازر ونهاية أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 25-14. رجعنا أعزائي المشاهدين تاني مرة تانية وأحداث الفترة التانية أو الكورتر التاني، خماسي النادي الأهلي أليكس يانج أو أليكس يانج هيغير، هيبقى أحمد مهيب مكانه ويسيف سمير، مودي الجرحي، أبو النصر أول مشاركة وعمرو الجندي، ده خماسي النادي الأهلي. وأفكر أعزائي المشاهدين تاني بالنتيجة 25-14 لصالح النادي الاهلي. اما خماسي نادي الجيش، مروان عاطف، محمد خالد الوصي، ابراهيم هشام، ابراهيم هشام وفتحي زكي واحمد عادل. الحيازه التبادليه لصالح نادي الجيش وبدايه احداث الفتره الثانيه. زي ما حضراتكم عارفين النهارده في الجوله التاسعه تقام مباريات الاتحاد والزمالك، الاتصالات والجزيره، الاهلي والجيش وسموحه وسبورتنج، ونجح نادي الجيش في ان بلغكم بالنتائج، هقول لكم على النتائج دلوقتي حالا لكن خلينا في المباراه. فتحي زكي لاحمد عادل من نادي الاهلي قلب مان تو مان، وادي ابراهيم هشام وقطع حلو قوي فتحي زكي لكن ما بنجحش في التسجيل، يلم سيف سمير على طول اللي بيسلم لابو النصر ويطلع بالملعب عمرو الجندي لابو النصر لسيف سمير تحت الباسكت، سيف واحد على واحد عايز يلعب، عدى حلو قوي وبشماله باك لياب لكن ما بيجيش يلم على طول، نادي الجيش يسلم لابراهيم هشام، ابراهيم
كروس اوفر وبيعدي، لكن عمرو الجندي معاه بيعمل عليه جود ديفنس. احمد عادل وصل يسلم لفتحي زكي اللي قرر انه يشوط شوت 3 بوينت، ما بينجحش في التسجيل. مودي الجرحي على طول، مودي الجرحي، عمرو الجندي ليه احمد مهيب واول مشاركه ليه في هذه المباراه. ابو النصر، مودي الجرحي، 6 ثواني على 24. سيف سمير يخترق سيمي هوك، عدى لكن ما نجحش في التسجيل. يلم فتحي زكي يسلم لابراهيم هشام، ابراهيم بيدور على حد يجري له او قاطع له، يطلب يسلم الكره لفتحي زكي لمروان عاطف. مروان حاول يخترق للقوصي، بيدور على الثلاثيه يسلم، لكن خطا شخصي على احمد مهيب رقم 14 واوت سايد لصالح نادي الجيش. تغيير، خرج فتحي زكي من الجيش، نزل محمد فؤاد كابتن فريق نادي الجيش، واوت سايد لصالح نادي الجيش. احمد عادل جرب حظه تاني، شوت 3 بوينت انه بادي ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي يلم يطلع بملعبه عمرو، 25-14 اعزائي المشاهدين، دي نتيجه اللقاء حتى هذه اللحظات. مهيب، لكن خطا شخصي على مهيب، ده الخطا الشخصي الثاني في اقل من دقيقه. مهيب خطا الشخصي الثاني على احمد مهيب. ابراهيم هشام من الجيش، وادي احمد عادل للقوص تحت الباسكت يعمل الستيل على طول. عمرو الجندي لمودي الجرحي، مودي لابو النصر اوبن شوت، قال لك اشوف الاول، زون ديفنس نادي الجيش. مودي الجرحي طلب السكرين، جاله سيف مودي وثلاثات مودي، ثلاثات مودي والثلاثات تانية مودي الجرحي، الثلاثات تانية لمودي الجرحي. كده الاهلي من اصل ثلاث محاولات 3 بوينت نجح في الثلاثة بنسبة 100%، وخطأ شخصي على سيف سمير لصالح احمد عادل. 28-14، 7 دقائق 48 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. رميتين حرتين لاحمد عادل، الرمية الحرة الأولى لم ينجح في التسجيل، ثلاث أخطاء شخصية توتال على النادي الأهلي في بداية أحداث هذا الكوارتر. والرمية الحرة الثانية لم ينجح في التسجيل، يلم سيف سمير على طول اللي بيطلع ليه مودي الجرح. مودي بيجري على الفاست بريك يسلم لأبو النصر، أبو النصر قرر يخترق، وصل لمهيب من البيز لاين بتاعته لكن ما بينجحش في التسجيل. سيف على الاوفنسيف ريباوند يلم لمودي الجرحي، مودي لابو النصر، ابو النصر عدى ابو النصر، وصل ابو النصر ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الجيش. ابراهيم الشاب بيطلع بفاست بريك 2-2، وصل ما ينجحش هو كمان في التسجيل، لكن مهيب يعدل وياخد الكوره ويلم الريباوند يسلم لعمرو الجندي. عمرو يهدى بالملعب، عمرو لابو النصر سكرين، عدى ابو النصر طلع لمودي الجرحي، بساط سريعه مهيب تحت الباسكت، وصل باور لاب ما بيجيش، يلم تاني مهيب ويوصل لكن ما بينجحش في التسجيل، وياخد خطا شخصي على ابراهيم هشام رقم 7 او عفوا رقم 14 محمد خالد القوصي، ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. نادي الجيش هو النادي الوحيد حتى هذه اللحظات لم يعني ما جابش محترف. حصل تغيير دلوقتي، خرج عمرو الجندي ونزل ابو كايرو او اليكس يانج، وادي مهيب ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. والرميه الحره الثانيه مهيب ما بينجحش في التسجيل، يلم القوصي على طول لابراهيم هشام. هل تشهد مشاركه المباراه مشاركه هادي اسامه ثاني؟ بوينت جارد محمد فؤاد يهوش ويعدي، لكن الستيل اتعمل من مودي الجرحي ويجري بالملعب لابو كايرو، يقلب لمودي الجرحي لمهيب، ثلاثات مهيب الثلاثات الثانيه، ينجح في تسجيل الثانيه، ثلاث نقاط لمهيب والنادي الاهلي. 32-14 لصالح النادي الاهلي، 6 دقائق 25 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني.
احمد عادل بشماله ما بينجحش في التسجيل، مودي الجرحي يعدي مودي يطلب السكرين، سيف يروح له، عدى مودي، علق مودي والاليوب والباسكت جميل من مودي الجرحي، الباسكت جميل من سيف لكن الاسيست روعه روعه من مودي الجرحي. تايم اوت تطلبوا الكابتن طارق خيري، نسمع تعليمات الفريقين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خلص التايم اوت، برضه اقول لكم على بعض الاحصائيات سريعه كده. النادي الاهلي في هذا الكوارتر 2 فاول شوتين، نجح محاولتين، نجح في تسجيل محاوله فقط، ونادي الجيش محاولتين لم ينجح في تسجيل ولا محاوله. في 3 بوينت شوت الاهلي في هذا الكوارتر 3 محاولات من 3 بوينت، نجح في تسجيل 2، نادي الجيش شوت محاوله واحده ما نجحش في التسجيل. تيرن اوفر حتى هذه اللحظات الاهلي لا ما عملش تيرن اوفر، لكن نادي الجيش ارتكب ثلاث محاولات تيرن اوفر عليه. خلص التايم اوت اللي طلبه كابتن طارق خيري، نفس خماسي النادي الاهلي اليكس يانج او ابو كايرو، ابو النصر، احمد مهيب، مودي الجرحي اللي متالق النهارده، وسيف سمير خماسي نادي الجيش، ابراهيم هشام، مروان عاطف، احمد عادل، القوصي، ومحمد فؤاد. 6 دقائق 9 ثواني اعزائي المشاهدين، تسع الفرق الى 20 نقطة لصالح نادي الاهلي. مروان عاطف للقوصي لمحمد فؤاد، شوت 3 بوينت نجح في تسجيل 3 نقاط، ده الفارق الى 17 نقطة، 34-17 لصالح النادي الاهلي. مودي الجرحي، مودي، عدى مودي لمهيب، لابو كايرو، لمهيب تاني، شوت مهيب 3 بوينت مهيب ما بينجحش، يسلم على طول مروان عاطف من الجيش، عدى مروان عاطف للقوصي، قوصي في البيز لاين لاحمد عادل، قرر الشوط احمد عادل اوبن شوت، نجح في تسجيل 3 نقاط، ثلاثيتين ورا بعض لصالح نادي الجيش، ده الفرق الى 14 نقطة، 34-20 مهيب لمودي الجرحي، ابو النصر اوبن شوت، ابو النصر ما بينجحش في التسجيل، ابراهيم هشام يلم على الديفنسيف ريباوند، خطا شخصي على سيف سمير لصالح النادي الاهلي، لصالح نادي الجيش عفوا، رميتين والخطا الشخصي الثاني على سيف سمير. هتقول لي لا مش رميتين عفوا، كده توتال فاولات على النادي الاهلي 4 على الجيش 1، اي خطا شخصي على النادي الاهلي برميتين حرتين، وده الخطا الشخصي الثاني على سيف سمير. ابراهيم هشام عدى وصل نجح في تسجيل 2. تايم اوت على طول كابتن اشرف يطلبه، كان الفارق 20 نقطه اصبح الفارق 12 نقطه، 8 نقاط سجلهم نادي الجيش في تقريبا اقل من دقيقه، اقل من دقيقتين عفوا. النتيجه دلوقتي 22 الجيش 34 اهلي، 4 دقائق 55 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين بعد انتهاء التايم اوت اللي طلبه الكابتن اشرف توفيق. 8 نقاط في اقل من دقيقتين لفريق نادي الجيش بعد ما طلب تايم اوت كابتن اشرف توفيق. الكابتن عفوا طارق خيري ثلاثيتين ولاي اب او بنتريشن. 8 نقاط اصبح الفارق 12 نقطه بعد ما كان 20 نقطه. تايم اوت انتهى اللي طلبه الكابتن اشرف توفيق. مودي الجرح اليكس يان اليكس سكرين اليكس لسه معاه الكوره لمهيب. مهيب قرر يخترق طلع كيك اوت لاليكس يان. اليكس اللي حب يباصي كده ليه سيف سمير لكن تتخطف منه سيف وتعدي وتروح لمحمد فؤاد اللي شاط 3 بوينت قصيره يلم مهيب على طول سلم لمودي. مودي بيطلع بملعبه يهدى على ملعبه يطلب السكرين. لأليكس يانج أليكس علق تاني لسيف إنه بادي إبراهيم هشام يحاول يلحقها لحقها فعلا وصل عدى إبراهيم هشام والفاست بريك طلع كيك أوت لفؤاد. فؤاد يهوش وتراي 3 بوينت ينجح في التسجيل. 3 نقاط 4 دقايق بالتمام والكمال على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. 34-25 سرحان كده وعدم تركيز في الثلاث دقايق اللي فاتوا دول على النادي الاهلي استغلهم نادي الجيش لصالحه وده الفارق الى 9 نقاط. اليكس يانج اختراق لاليكس وصل لكن ال 24 لسه بيقول العب احمد عادل وصل احمد عادل لكن ما نجحش لسه فؤاد تاني على الديفنسيف ريباوند ومروان عاطف يشوط ما بينجحش في التسجيل يلم مهيب بيطلع ملعبه لاليكس. اليكس لابو النصر مودي الجرحي سيف سمير يعمل له سكرين. مودي طلع كيك اوت لمهيب 10 ثواني على زمن ال 24. اليكس وصل اليكس نجح اليكس في تسجيل نقطتين نقطتين لصالح نادي الاهلي يوسع الفرق ل 11 نقطه تاني. ابراهيم هشام محمد فؤاد للقوصي شاط هو كمان للقوصي ما نجحش في التسجيل. مودي الجرحي يطلع بالفاست بريك لكن يهدى شويه لا يسلم لاليكس. اليكس واحد على واحد واختراقات اليكس وسرعه اليكس وباك لياب اليكس وباسكت اليكس. اليكس يانج يسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي. رميه حره اضافيه او الاند وان لاليكس يانج. قطع شخصي على احمد عادل من نادي الجيش وحصل تغيير في صفوف النادي الاهلي. خرج سيف سمير ونزل عمرو الجندي وتايم اوت يطلبه الكابتن طارق خيري. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن اشرف توفيق وبعض من عفوا كابتن طارق خيري. بعض الاحصائيات كده كان كابتن طارق طلب التايم الاوت اللي قبل ده كان دقيقه 6 نجح في تسجيل 11 نقطه حتى دقيقتين و42 ثانيه. اما النادي الاهلي سجل في الفتره دي 4 نقاط. لسه خماسي الاهلي زي ما هو اليكس يانج والاند وان مودي الجرحي او على اليكس يانج على الاند وان مودي الجرحي ابو النصر
عمرو الجندي مهيب، اما نادي الجيش فاعتقد نفس الخماسي. لا والله ده في حصل تبديل، ابراهيم هشام، ويحصل تبديل برضه في النادي الاهلي، هيخرج ابو النصر وينزل عبد الفضيل لسه راجع من اصابه، سلامات لعبد الفضيل. اما خماسي نادي الجيش فهو عاصم قاسم نزل بدل من احمد عادل، والاوصي ابراهيم هشام ومحمد فؤاد ومروان عاطف، اند وان لالكس يانج او ابو كايرو. نجح في تسجيل الاند وان، 25 الجيش 39 الاهلي، دقيقتين 40 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. الاوصي لمروان مروان عاطف عفوا، مروان يهوش يوصل يطلع كيك اوت لفؤاد، فؤاد والثلاثيه الثالثه، ينجح في تسجيل ثلاثيه والثلاثيه الثالثه ليه شخصيا. مودي الجرحي لالكس يانج، اليكس استنى السكرين من ديلا لكن تعمل الستيل والفاص بريك، والوصي يوصل وبشماله ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق نادي الجيش الى 9 نقاط، 30-39، دقيقتين 5 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. عمرو الجندي سكرين من عبد الفضيل، عدى عمرو بشماله والليب ما بينجحش في التسجيل، عبد الفضيل يلم ريباوند يطلع كيك اوت لكن اوفنسيف فاول على عبد الفضيل، اوفنسيف فاول على عبد الفضيل. ابراهيم هشام من الجيش، دقيقة 45 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثاني، ابراهيم هشام يطلع للقوصي، القوصي لابراهيم هشام ثاني، لا الطريق فاضي كيك اوت وللقوصي، القوصي بيهوش يطلع لمروان عاطف 3 بوينت مروان ما بينجحش التسجيل، ديلا على طول يلم يسلم ليه مودي الجرحي بيطلع ملعبه لعمرو الجندي، عمرو لمهيب، مهيب يهوش لكن خطا شخصي على محمد فؤاد من نادي الجيش، رميتين حرتين على طول لصالح احمد مهيب، او عفوا اوتسايد لصالح نادي الاهلي. محمد فؤاد الخطا الشخصي الاول، عمرو الجندي لالكس يان لعب فضيل، عبد الفضيل يهوش يوصل بشماله وينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى 11 نقطه، دقيقه 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. ابراهيم هشام من الجيش تعمل له سكرين لسه الكره معاه، يسلم الكره لعاصم قاسم تحت الباسكت، يلف يرتكز يروح ما ينجحش في التسجيل، يلم تاني على السكند شوت عبد الفضيل معاه والسيمي هوك وينجح في تسجيل نقطتين. مودي الجرح من الاهلي 40 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثاني، 17 ثانية على انتهاء زمن الهجمة، اليكس يانج، اليكس يهوش، اليكس يعدي، اليكس بنتريشن، اليكس لكن خطأ شخصي على محمد فؤاد رقم 8 من نادي الجيش، رميتين حرتين 30 ثانية بالتمام والكمال على انتهاء زمن الكوارتر الثاني، هو الخطأ الشخصي على عاصم قاسم مش على محمد فؤاد، الخطأ الشخصي الثالث على عاصم قاسم من نادي الجيش، والرميتين لأليكس يانج. نجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى أليكس يانج، ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، 30 ثانية وتغيير في صفوف نادي الجيش، خرج عاصم قاسم ونزل هادي أسامة البلتاجي، استغلال البنتريشن والسرعات والثلاثة بونت في الثلاثين ثانية دول. ادي ابراهيم هشام قرر يخترق وصل ما بينجحش في التسجيل، مودي الجرح بيلم على طول بيطلع بالفاست بريك لمهاب، مهيب قصدي، ويسلم لعبد الفضيل، عبد الفضيل ينجح اللي يلف وياخد خطأ شخصي على هادي أسامة، ورميتين حرتين ويتبقى 15 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. رميتين لديلا او عبد الفضيل المنتقل حديثا من نادي الجيش، عبد الفضيل وراجع من اصابه، هادي اسامه من نادي الجيش خطا الشخص الثاني، وادي عبد الفضيل الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل،
الرميه الحره الثانيه عبد الفضيل ينجح في التسجيل. 15 ثانيه اعزائي المشاهدين على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. هادي ياخد السكرين، السكرين الثاني، وخطا شخصي على مهيب احمد مهيب، خطا شخصي ورميتين حرتين، الخطا الشخصي الثالث على مهيب. ابراهيم هشام رميتين حرتين، اخر 7 ثواني اعزائي المشاهدين على انتهاء الكوارتر الثاني. رميتين لابراهيم هشام، وكده يعني بنطلب العامل عشان يمسح عرق اللاعبين من على الارض عشان ما حدش يتزحلق. كابتن اشرف على طول هيخرج مهيب وينزل ابو النصر. واعتقد هيحصل فيه تغيير تاني في صفوف نادي الجيش، لان ابراهيم هشام واضح ان في حاجه في صباعه. سلامات لابراهيم، وهينزل مكانه احمد عادل من نادي الجيش. 7 ثواني، 44-32 اعزائي المشاهدين لصالح النادي الاهلي. 12 نقطه فارق لصالح النادي الاهلي. احمد عادل مكان ابراهيم هشام اللي كان هيشوط، لم ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. والرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل. تايم اوت، يطلبوا الكابتن اشرف توفيق. 44-33 اعزائي المشاهدين، 7 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. يا ترى هيحصل ايه الكابتن اشرف في ال7 ثواني دول؟ تعالوا نشوف ونسمع التعليمات. عشان يوسع الفارق 47-33. اعزائي المشاهدين، ارجو ان تكون قد استمتعتم باحداث الفتره الاولى والثانيه او الكوارتر الاول والثاني، على ان نلتقي بكم في احداث الكوارتر الثالث. لكم مني جزيل الشكر. خلاص، نادي الجيش هينزل دلوقتي بتشكيله اللي مكون من عاصم قاسم رقم 5،
واحمد عادل رقم واحد، رقم 77 ابراهيم هشام، وهادي اسامه رقم 9، ومحمد فؤاد كابتن فريق نادي الجيش رقم 8. الحيازه التبادليه اهلاويه، واليكس يانج على تنفيذ الحيازه التبادليه. وادي مودي جرح معاه هادي اسامه، مودي لاليكس، اليكس مان تو مان نادي الجيش. عبد الفضيل سلم الهاند اوف لعمرو الجندي، عمرو يسلم الناحيه الثانيه لاليكس يانج، واختراقات اليكس، ميديام اليكس، شوت اليكس ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عاصم قاسم من نادي الجيش اللي بيجري بملعبه ويسلم لاسامه البلتقي، هادي اسامه، هادي النادي الاهلي مان تو مان ايضا، هادي للكيك اوت لاحمد عادل لعاصم قاسم تحت الباسكت، عاصم وقف شوت ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على فضيل على طول اللي بيطلع لعمرو الجندي، عمرو يدور على مودي، مودي الجرحي وسكرينات عبد الفضيل، عفوا ابو النصر، واختراق ابو النصر لكن عبد الفضيل على السكند شوت ينجح فيه انه ياخد فاول على احمد عادل لاعب نادي الجيش، ورميتين حرتين لعبد الفضيل، رميتين حرتين لعبد الفضيل لاعب النادي الاهلي، والخطا الشخصي الثالث على احمد عادل. عبد الفضيل ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. الرميه الحره الثانيه عبد الفضيل. ينجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف نادي الجيش، خرج احمد عادل المرتكب ثلاث اخطاء شخصيه، وينزل محمد خالد الوصي، والحيازه لنادي الجيش. 9 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الثالث. ابراهيم هشام من نادي الجيش يسلم لهادي اسامه، هادي لابراهيم هشام تحت الباسكت ومع مودي الجرحي، والميس ماتش يلف ويروح ويسجل نقطتين. مودي الجرحي لالكس يانج او ابو كايرو لعبد الفضيل، سكرين عشان يستلم عمرو الجندي تاني هالاندوف، استلم فعلا عمرو الجندي، سلم عبد الفضيل اللي راح ويطلع كيك اوت لابو النصر، ابو النصر لالكس، لعبد الفضيل تحت الباسكت، استغل الميس ماتش، وابو النصر قطع حلوه قوي وينجح انه ياخد فاول من محمد فؤاد كابتن فريق نادي الجيش، ورميتين حرتين لصالح محمد ابو النصر. محمد فؤاد الخطا الشخصي الثالث، هل هيدفع الكابتن طارق خيري بمعتز مشعل؟ هنشوف دلوقتي. 49-35 لصالح النادي الاهلي، 8 دقائق 37 ثانية، وادي ابو النصر ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى. وابو النصر على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل، زي ما قلت لحضراتكم خرج فؤاد ونزل معتز مشعل، واحد من العناصر المؤثرة لفريق نادي الجيش. معتز مشعل لعاصم، بيعدي عاصم، يسلم لابراهيم هشام، واحد من نجوم فريق نادي الجيش، وأليكس يعمل الستيل حلو قوي، لكن يباص المودي يقطع ويعمل الستيل، هادي ويلم عاصم قاسم، لسه الكرة حايرة طايرة عند مين؟ عند هادي، هادي لكن خطأ شخصي على عبد الفضيل، بوشنج ورميتين حرتين لصالح نادي الجيش على تنفيذ هادي اسامه، والخطا الشخصي الثاني على عبد الفضيل. 8 دقائق 12 ثانيه 50 35 15 نقطه هو الفارق، رميتين حرتين لهادي اسامه من نادي الجيش. حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين 4 رميات حره للنادي الاهلي، سجل نجح في تسجيل 3 من أصل 4 محاولات. وادي الرميه الحره الاولى لهادي اسامه، ينجح في التسجيل الرميه الحره الاولى، ده فارق الى 14 نقطه. والرميه الحره الثانيه هادي اسامه على التنفيذ، لم ينجح في التسجيل، يلم على طول اليكس يانج ويسلم لمودي الجرحي، مودي لاليكس ثاني، أليكس
فاضي سكرين. عايز يعمل سكيب باس كده لعمرو الجندي، لكن عمرو الجندي ما كانش في المكان المناسب وتطلع اوت سايد لصالح نادي الجيش. معتز مشعل لسه نازل لهادي اسامه. هادي اسامه واحد من ناشئين النادي الاهلي. هادي يقف يطلع كيك اوت لابراهيم هشام، يهوش يحاول يعدي من البيز لاين يوصل لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم عبد الفضيل يسلم لالكس يونغ والفاست بريك مودي الجرحي مع ابو النصر، يهوش يقعد على ملعبه لالكس ابو كايرو للجندي. اوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في تسجيل اير بول، لكن هنا الكوره طلب الكابتن سامح انه يجدد زمن ال 24 ثانيه، لكن لسه في مشاورات. في نفس اللحظه بيخرج ابراهيم هشام من الجيش وينزل مروان عاطف. يا ترى الكابتن سامح هيحسب ايه؟ بيجتمع كده بالحكام عشان يشوف القرار ايه. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد للنادي الاهلي مودي الجرحي، لكن خطا شخصي على عبد الفضيل. فعلا يا عبد الفضيل خطا شخصي لصالح نادي الجيش. اوفنسيف فاول على عبد الفضيل، وده الخطا الشخصي الثالث على عبد الفضيل. عمر طارق على التجهيز على طول، كابتن احمد الجرحي بيشاور له بعد ما خد التعليمات من كابتن اشرف. وكره لنادي الجيش. الوصي لمروان عاطف. مشعل للوصي تحت الباسكت قاسم، لكن الخطا شخصي على عبد الفضيل. الخطا الشخصي الرابع كابتن سامح بيحتسبه على عبد الفضيل. ورميتين حرتين وتغيير في صفوف النادي الاهلي. خرج عبد الفضيل نزل عمر طارق، يعني لسه راجع من اصابه وسنس الملعب لسه مش محتاج شويه، لكن ارد لك عبد الفضيل. وادي عاصم قاسم والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. عاصم قاسم على تنفيذ الرميه الحره الثانيه اللي ينجح ايضا في التسجيل عشان يضيق الفرق الى 12 نقطه 50 38. 17 ثواني على انتهاء الكوارتر الثالث. عمرو الجندي والاسيست حلو من عمرو لابو النصر وينجح في تسجيل نقطتين. ابو النصر اللي كان خالي تماما من الرقابه. هادي اسامه لمروان عاطف لمعتز مشعل. معتز ياخد سكرين من عاصم لهادي واختراقات هادي. طلع كيك اوت لمشعل مع عمرو الجندي، حاول اخترق يسلم لعاصم قاسم اللي قاطع له وبشماله ما بينجحش في التسجيل. يلم تاني مشعل وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجيش. يضيق الفرق الى 12 نقطه. اليكس يانج، اليكس سكرين من عمر طارق لمودي الجرحي. تلاتات مودي ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول مودي تاني لاليكس يانج. اليكس بيعدي لكن يتعمل على الستيل ويروح فص بريك 2 على 2. مروان عاطف يوصل ينجح في التسجيل. يضيق الفرق الى 10 نقاط 6 دقائق 5 ثواني على انتهاء الكوارتر الثالث. 42 52 لصالح النادي الاهلي. مودي الجرحي لعمرو الجندي. ابو النصر تحت الباسكت يسلم لعمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين. مان تو مان النادي الاهلي. هادي اسامه من الجيش بالترابات، او عفوا 2-3 زون 2-3. عاصم قاسم يهوش يخترق من البيز لاين يعدي ينجح في انه يحصل على فاول خطا شخصي. بعتبره كده خطا شخصي مجاني من عمر طارق. فاول الشخصي الثالث على عمر طارق. سيف سمير على التجهيز على طول. وادي عاصم قاسم الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل. 5 محاولات النادي الجيش نجح في تسجيل 3 من فاول شوتينج. عاصم قاسم ما بينجحش في التسجيل ايضا. تقول الكره للنادي الاهلي، لسه الفرق 12 نقطه لصالح النادي الاهلي. ابو النصر لمودي الجرحي. عمرو الجندي، عمرو الباك بيفوت عدى اخترق علق والفولو دانك ليه لعمر طارق. الاسيست روعه روعه من عمرو الجندي. الوصي قرر اخترق
طلع كيك اوت مروان عاطف هوش لكن توصل ليه هادي اسامه وخطا شخصي على مودي الجرحي. 42 الجيش 56 الاهلي مودي الجرحي الخطا الشخصي الثاني عليه. رميتين حرتين لصالح هادي اسامه. لكن لعبه الفولو دانك الاخرانيه دي روعه يعني بلاي اوف ذا دي. ما بينجحش هادي اسامه في تسجيل رمية الحره الاولى. سبع محاولات لنادي الجيش نجح في تسجيل ثلاثه ولم يوفق في اربعه، اما النادي الاهلي ثلاث محاولات من اربعه. وادي الرمية الحره الثانيه ينجح في التسجيل. 13 نقطه 56 43 لصالح نادي الاهلي. مودي لعمرو الجندي. عمرو سكرين من عمر طارق عدى فعلا بالسكرين لمودي الجرحي. عمرو الجندي عايز يسلم لعمر طارق لمودي الجرحي. 5 ثواني على 24 مودي لعمر طارق. شوط يا عمر شاط عمر لكن زمن ال 24 كان اسرع او صافره ال 24 كان اسرع من عمر طارق. اوتسايد لصالح نادي الجيش. هادي عدى هادي ابو النصر سلم ليه عاصم قاسم والباك لياب لكنه بادي دفاع قوي من النادي الاهلي. عمرو الجندي مستني حد يستلم سلم لمودي فعلا لالكس يان وعمر طارق ودنك عمر طارق. عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين بدنك الثاني ليه. 58 43 15 نقطه الفرق ارتفع ثاني لصالح النادي الاهلي. الوصي للستيل من مودي الجرحي والفاست بريك لعمرو الجندي 2 على 1. عمرو ما بينجحش في التسجيل يكمل عليها تاني وينجح في تسجيل نقطتين. عمرو الجندي والستيل من ابو النصر دفاع قوي من النادي الاهلي. يهدى عمرو الجندي يسلم لالكس يانج. اليكس يطلبوا ان اللعبه تكمل للاخر وياخد ال 24 ثانيه 60 43 17 نقطه ارتفع الفرق تاني. مودي الجرحي لعمرو الجندي تلاتات عمرو ما بينجحش التسجيل. عمر طارق ودنك عمر طارق الثالث. عمر طارق بيعمل السكند شوت وبينجح في انه ياخد الكوره ودنك لعمر طارق يوسع الفارق الى 19 نقطه لصالح النادي الاهلي. 43 الجيش 62 الاهلي. هادي اسامه ميديم هادي لكن خطا شخصي على مودي الجرحي. خطا شخصي على مودي الجرحي وتغيير في صفوف نادي الجيش. خروج ابراهيم خروج مشعل ونزول ابراهيم هشام وخروج عاصم ونزول اسامه بلال والنادي الاهلي يخرج مودي الجرحي اللي ارتكب ثلاث اخطاء شخصيه وينزل مؤمن طارق خيري واحمد مهيب بدل من عمرو الجندي. لكن مودي النهارده واحد من نجوم اللقاء ب 3 3 بوينت نجح في تسجيل نقطتين قياده الملعب وعوده الى مستوى المعهود مره اخرى. رميتين حرتين لصالح هادي اسامه والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. 5 اخطاء شخصيه على النادي الاهلي توتال وخطأين على النادي الجيش والرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. خرج هادي خرج مروان عاطف ونزل احمد عادل من الجيش وخرج او لسه لا ما فيش حد ثاني خرج. مؤمن طارق خيري لمهيب زون لسه زون 2 3 نادي الجيش. مؤمن لعبد ابو النصر لالكس يانج. اليكس 5 ثواني على زمن الهجمه واليكس شوت من بعيد 3 بوينت ينجح. اليكس يا سلام يا اليكس ابو كايرو 3 نقاط لابو كايرو اول 3 في احداث هذا الكوارتر. ابراهيم هشام خلي بالك يا مهيب انت عندك 3 اخطاء. هادي للوصي هوش وصل لكن الدروب حلو قوي من ابو النصر وعمل الدروب حلو قوي وقطع الكوره لكن تخبط في رجله وتطلع اوت سايد ويتجدد معاها زمن الهجمه. 235 ثانيه 65 45 لصالح النادي الاهلي. ابراهيم هشام هيطلع الاوت 14 ثانيه زمن الهجمه لهادي اسامه. هادي لاحمد عادل لاسامه بلال. احمد عادل تاني
يحاول يخترق ويعمل بلوك حلو قوي عمر طارق، يسلم على طول ويروح عمر مؤمن طارق، مؤمن اختراق لوحده ونجح في انه ياخد خطا شخصي وتلقى التأييد والتشجيع من زملائه. مؤمن طارق خيري واحد من المواهب المبشره بالخير ان شاء الله في الدرجه الاولى، مؤمن طارق خيري والخطا الشخصي على رقم 14 محمد الوصي ورميتين لمؤمن طارق خيري. مؤمن ينجح في تسجيل الاولى. وادي الرميه الحره الثانيه، مؤمن طارق ينجح ايضا في التسجيل. ست محاولات الاهلي حتى هذه اللحظات في الفاول شوتين، نجح في تسجيل خمسه من اصل سته. ويقطع الكره مؤمن خيري ويخرج احمد عادل من الجيش وينزل فتحي زكي لاعب نادي الجيش. لسه الكره مع نادي الجيش. هادي اسامه للوصي، محمد الوصي لابراهيم هشام، باصات سريعه، فتحي لسه نازل شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ابو النصر، ابو النصر يطلع ليه مؤمن طارق خيري، مؤمن يطلع كيك اوت تطلع في السكه وتروح لابراهيم هشام وخطا شخصي على مؤمن طارق خيري. خطا شخصي على مؤمن طارق خيري. رميتين لابراهيم هشام من نادي الجيش. اربع محاولات 3 بوينت من النادي الاهلي نجح في تسجيل واحده ومحاوله وحيده من نادي الجيش لم ينجح في التسجيل. انا سبورتسمان لايك. وابراهيم هشام ينجح في تسجيل رميه الحره الاولى. وادي الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. والحيازه اهلاويه اون سبوت تكنيكال فاول على اعتقد على كابتن على الجهاز الفني للنادي الاهلي. ابراهيم هشام زون ديفنس النادي الاهلي، ادي اسامه لابراهيم هشام ثاني باصات سريعه لاختراق دفاع النادي الاهلي، ابراهيم هشام وكيك اوت لفتحي زكي، فتحي لابراهيم هشام تحت الباسكت اخر ثانيه ال 24 نجح النادي الاهلي بدفاعاته انه يعمل 24 ثانيه على نادي الجيش. تقول الكره للاهلاويه على طول مؤمن طارق خيري اللي ارتكب خطا شخصي وحيد حتى هذه اللحظات. ابو النصر ابو كايرو لمؤمن، ثلاثات مؤمن، شوت مؤمن ما بينجحش مؤمن، تروح الكره لسه اهلاويه لعند ابو النصر لابو كايرو. وادي مهيب يخترق من البيز لاين يقف ويرتكز ويطلع الكره، لكن اي حاجه تتخطف منه وتروح للوصي، الوصي بشمال الوصي ينجح في تسجيل نقطتين. محمد خالد الوصي اخر دقيقه في احداث زمن الكوارتر الثالث، 55 ثانيه، 67 الاهلي، 49 الجيش. ابو النصر مؤمن لالكس يانج تحت الباسكت لعمر طارق، وصل عمر سيمي هوك نجح في تسجيل نقطتين يوسع الفارق 69 49 20 نقطه، 40 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. ابراهيم هشام من الجيش للوصي، ابراهيم تاني وقف ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، تروح على طول عند الوصي تاني اخر 20 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر لابراهيم هشام. فتحي زكي شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر طارق يسلم لمؤمن طارق، مؤمن لابو النصر 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر، مؤمن طارق مؤمن 5 ثواني، مهيب هنفنشها ازاي؟ هيتفنش ازاي؟ مهيب شوت مهيب لكن ما بينجحش في التسجيل عشان تاتي مع صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي 69 49. نسمع تعليمات المدربين ما بين الكوارترين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تاجي محمد الوصي فتحي زكي واسامه بلال، اما النادي الاهلي اليكس يانج مؤمن طارق خيري مهيب وابو النصر وعمر طارق. الحيازه لنادي الجيش ابراهيم هشام لهادي اللي عمل باصه حلوه واسست حلو لكن خطا شخصي هنا على النادي الاهلي. وابو النصر
خطأ شخصي ورميتين حرتين لهادي البلتاجي، أو عفوا لا فتحي زكي. فتحي زكي على تنفيذ الرمية الحرة الأولى لم ينجح في التسجيل. اتناشر رمية حرة لنادي الجيش في الكوارتر الثالث، نجح في تسجيل 8 محاولات، أما النادي الأهلي 6 ونجح في تسجيل 5. نرجع للمباراة. عمرو الجندي عمر طارق لابو النصر اوبن شوت 3 بوينت، ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول هادي اسامه من الجيش، هادي عطاله كويس مؤمن طارق، سلم للوصي، الوصي لابراهيم او عفوا اسامه بلال، ويدي الباصه حلوه لفتحي زكي والاسيست حلو والفولو وينجح في تسجيل نقطتين. نقطتين لنادي الجيش. 9 دقائق 15 ثانية على انتهاء زمن الكورتر الرابع والمباراة. لسه نادي الجيش زون ديفنس. مهيب لأليكس، أليكس لعمرو الجندي تحت الباسكت، ومخالفة 3 ثواني على عمر طارق. وأوت سايد لصالح نادي الجيش. اوتسايد، خلاص ابراهيم هشام مع الكوره من نادي الجيش. 2-2-1 زون ديفنس نادي الاهلي. الوصي و3 بوينت الوصي، ما بينجحش في التسجيل، وخطا شخصي على مؤمن طارق خيري، واوتسايد لصالح نادي الجيش. مؤمن طارق الخطا الشخصي الثاني. هادي البلتاجي، هادي لابراهيم هشام، عدى ابراهيم وقف سلم لاسامه بلال، لكن يعمل السيل حلو عمر طارق اللي بيسلم ويطلع فص بريك، لكن مؤمن طارق خيري لكن ما لحقهاش مهيب، وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الجيش. 69-52، افكر اعزائي المشاهدين ان الكوارتر الثالث خلص 69-49، النادي الاهلي لم يسجل حتى هذه اللحظات في بدايه احداث الكوارتر الرابع. ابراهيم هشام لهادي البلتاجي، اسامه بلال ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ابو النصر اللي بيسلم لمؤمن، مؤمن بيجري على الفاست بريك، مؤمن لابو النصر، مهيب ابو النصر اخترق ووصل، لكن خطا شخصي على اسامه بلال من نادي الجيش، او عفوا ابراهيم هشام على ابراهيم هشام، ورميتين لابو النصر. ينجح في تسجيل الأولى أبو النصر. 8 دقائق 12 ثانية وأبو النصر على تنفيذ الرمية الحرة الثانية، ينجح أيضا في التسجيل. إبراهيم هشام خطأ شخصي على أبو النصر، خطأ شخصي على أبو النصر. أوتسايد لصالح نادي الجيش، تغيير في صفوف الجيش. دخل فؤاد ويخرج إبراهيم هشام. والخطأ الشخصي الثاني على أبو النصر. هادي بوينت جارد نادي الجيش، سلم لفؤاد والترابات بتحصل، تقطع في السكة أليكس يانج وتطلع أوت سايد لصالح نادي الجيش. كرة لسه مع الجيش، هادي أسامة لفؤاد، أسامة بلال سلم لفتحي زكي، جيب اند جو كده لكن توصل عند هادي وشوت 3 بوينت هادي، ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ويطلع أليكس يانج 3-1. مهيب اوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يعني كان بصل عمر طارق كان احسن. الوصي ما بينجحش في التسجيل، تراي كده على الباسكت، يلم ابو النصر لمهيب، مهيب لابو النصر، مؤمن طارق عجبني مؤمن طارق، مهيب لابو النصر تاني، أليكس لمؤمن، شوت مؤمن 3 بوينت مؤمن، نجح مؤمن في تسجيل 3 نقاط. لسه بقول لكم عجبني، عجبني في ثقته
في نفسه، عاجبني فيه انه مش هايب الموضوع، عايز وعايز يشتغل على نفسه، ودي حاجه كويسه بالنسبه لناشئ صاعد وناشئ يعني عامل شغل كويس جدا. فتحي زكي وبلوك حلو من ابو النصر يسلم على طول، لكن دبل دريبل على احمد مهيب واوت سايد لنادي الجيش. 74-52 لصالح النادي الاهلي، 6 دقائق 55 ثانيه على انتهاء زمن الكوره الرابع والمباراه. فتحي زكي لفؤاد، اسامه بلال قال لك اجرب حظي 3 بونت لكن ما بتجيش، يلم عمر طارق سلم لالكس يانج، اليكس بيعدي بملعبه، اليكس اليكس يانج لمؤمن طارق، ابو النصر مهيب في البيز لاين، عمر طارق عايز ياخد بوزيشن اخترق وسلم والاسيست حلو والباسكت ما جاش، لكن اسيست حلو من احمد مهيب لالكس يانج وياخد خطا شخصي ورميتين حرتين لصالح اليكس يانج. فاول على اسامه، هادي اسامه ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى اليكس يانج. والرمية الحرة الثانية أليكس ما بينجحش في التسجيل. أربع محاولات النادي الأهلي في الفاول شوت نجح في تسجيل ثلاثة، نادي الجيش محاولتين نجح في تسجيل واحدة. هادي أسامة لمحمد فؤاد، فتحي زكي، فتحي يطلع كيك أوت لفؤاد يطلب السكرين، فؤاد أسامة بلال شوت قصيرة إير بول يلم على طول، مهيب بيطلع بملعبه، مهيب لمؤمن طارق خيري سلم تحت الباسكت لعمر طارق لمؤمن تاني وثري بوينت تانية لمؤمن لكن ما بينجحش في التسجيل، يطلع على طول نادي الجيش وفص بريك وفؤاد، لكن خطأ شخصي على مؤمن طارق لصالح محمد فؤاد لاعب نادي على مش على مؤمن على عمر طارق، خطأ الشخصي الرابع على عمر طارق ورميتين حرتين، خرج اسامه بلال او عفوا فتحي زكي ونزل عاصم قاسم لاعب نادي الجيش ورميتين حرتين لصالح محمد فؤاد لاعب نادي الجيش. فؤاد على تنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. سيف سمير بيسخن دلوقتي عشان يجيب عمر طارق اللي مرتكب اربع اخطاء شخصيه. ينجح محمد فؤاد تسجيل الرميه الحره الثانيه ايضا عشان تبقى النتيجه 75-54، 5 دقائق 40 ثانيه. مهيب ابو النصر فضيله اليكس يانج يقلب الناحيه الثانيه على طول لمهيب الشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول فؤاد من نادي الجيش، لسه الكرة مع فؤاد، عدى الستيل عند مين؟ لسه مش عند حد، ترجع تاني لفؤاد من القوصي، هادي أسامة قرر يخترق، كيك أوت لمروان عاطف، مروان ومعاه أبو النصر يقلب الناحية التانية، يلحق فؤاد قبل ما تطلع أوت وقرر إنه يشوط 3 بوينت، ما بينجحش في التسجيل، يلم عمر طارق، لمؤمن طارق، مؤمن لأليكس يانج، أليكس يقلب الملعب ليه؟ أبو النصر، أبو النصر لعمر طارق قرر كمان ان هو الشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، توصل الكره عند هادي اسامه ولا 3 بوينت من الفرقتين حتى هذه اللحظات. الوصي لا عمر طارق واقف له، طلع كره لبره تاني لهادي اسامه، عاصم جاله سكرين، مروان للوصي قلب لفؤاد لو جت بتبقى باثنين، يلم هادي اسامه على السكند شوت وينجح فيه انه ياخد، لا ما نجحش انه يسجل حاجه. مؤمن طارق خيري لأليكس يانج، أليكس لمؤمن مهيب وخطأ شخصي اوفنسيف فاول على عمر طارق، والخطأ الشخصي الخامس على عمر طارق، خرج عمر طارق ونزل سيف سمير من نادي الأهلي وخرج هادي أسامة ونزل إبراهيم هشام من نادي الجيش. 4 دقائق أعزائي المشاهدين وعشرين ثانية على انتهاء زمن الكوره الرابع والمباراه، 75 الاهلي 54 الجيش. ابراهيم هشام من الجيش
لفؤاد، فؤاد لا 2 بوينت كده ما بتجيش، يلم على طول. أليكس يانج لإبراهيم، لمهيب، سلم لمؤمن طارق، مؤمن يعمل الكلير لأبو النصر، لمهيب بيسلم لسيف سمير، آخر 5 ثواني في 24 ثانية، أبو النصر يوصل شاط ما بينجحش في التسجيل، مروان عاطف على طول بيلم ويطلع لإبراهيم هشام على الفص بريك، إبراهيم ما بينجحش في التسجيل يلم في دقيقة جدا، أبو النصر توصل لمهيب، مهيب يطلع لأبو النصر فص بريك 2-2، وأبو النصر وينجح في تسجيل نقطتين، محمد أبو النصر 77-54، 3 دقايق 20 ثانية على انتهاء زمن الكورة الرابع والمباراة. فؤاد للقوصي بيهوش كده، القوصي يسلم لعاصم لكن يعمل ستيل أليكس يانج ويعدي أليكس، أليكس عدى شوت 3 بوينت أليكس يانج، أبو كايرو ينجح في تسجيل أول 3 دقايق للنادي الأهلي في الكوارتر الرابع بعد محاولات، أو تاني 3 دقايق عفوا، 7 محاولات نجح الأهلي في تسجيل نقطتين، وممكن المباراة تشهد مشاركة عبد الله ناصر ناشئ النادي الأهلي، وادي عاصم قاسم ينجح في تسجيل نقطتين بعد أسيست حلو قوي من إبراهيم هشام، مؤمن طارق 2:40 على انتهاء زمن الكورة الرابعة والمباراة 80-56 لصالح النادي الأهلي. أبو النصر لأليكس، أليكس المهيب شاط مهيب 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم نادي الجيش على طول، ومحمد فؤاد اللي بيسلم للقوصي، القوصي لفؤاد تاني بيطلب السكرين بنتريشن، مروان عاطف عدى وقف سلم لعاصم قاسم اللي قرر ان هو يهوش ويعدي ويخترق ويطلع كيك اوت لمروان، لمروان عاطف، مروان 3 بوينت مروان ما بينجحش في التسجيل، الكره توصل لعاصم قاسم اللي بيروح على الباسكت لكن ما بيسجلش، أليكس يانج سلم لابو النصر، ابو النصر مؤمن طارق اخر دقيقه 40 ثانيه، مهيب ليه ابو النصر لسيف سمير تحت الباسكت مع عاصم ويلف يوصل لكن ما بيرجعش التسجيل، لم تاني على السكند شوت وحاول تاني وخطا شخصي على عاصم قاسم لاعب نادي الجيش ورميتين لسيف سمير. هيحصل تغيير دلوقتي في النادي الاهلي، هيخرج ابو النصر وأليكس يانج وينزل مكانهم مودي الجرحي واحد من نجوم هذا اللقاء وعبد الله، عبد الله ناصر، وخرج ايضا القوصي ونزل احمد عادل. وادي سيف سمير ينجح في تسجيل فاول الرميه الحره الاولى او الفاول شوتين الاول، دقيقه 30 ثانيه او 32 ثانيه على انتهاء الكوره الرابعه والمباراه، لما ما ينجحش في تسجيل سيف سمير الرميه الحره الثانيه، وابراهيم هشام 81-56 لصالح النادي الاهلي، احمد عادل وقف وباص كده حلوه ليه عاصم قاسم ويكمل على الفولو، ونقطتين لصالح نادي الجيش. مهيب قرر انه بدا يخترق ووصل، مهيب نجح في انه ياخد فاول من عاصم قاسم ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. مهيب على تنفيذ الرميه الحره الاولى، ينجح في التسجيل 7 محاولات النادي الاهلي نجح في تسجيل 5 حتى هذه اللحظات. وادي الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل، دي المحاوله الثامنه نجح في تسجيل 6 محاولات، دقيقه وخمس ثواني على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. مروان عاطف، ابراهيم هشام، محمد فؤاد عايز يضيق الفارق ب3 بونت، نجح فعلا في تسجيل 3 نقاط لنادي الجيش. مودي الجرحي، مودي 83-61 22 نقطة فارق. مهيب عبد الله سكرين، مهيب عايز يجيبها، انه بادي نجح فعلا انه يسجل 3 بونت، 3 نقاط لمهيب بيرد بيهم على طول على محمد فؤاد. 44 ثانية على انتهاء زمن الأحداث الفترة الرابعة والمباراة والكرة الرابعة. أحمد عادل بيبص حلوة قوي ليه عاصم قاسم، بيحاول عليها مرة تانية وينجح في التسجيل، نقطتين كمان لنادي الجيش. 35 ثانية على انتهاء زمن الكورتر الرابع والمباراة،
خلاص النتيجه 86-63 لصالح النادي الاهلي. اكلينيكيا انتهت احداث المباراه بتقدم النادي الاهلي 86-63. مبروك للنادي الاهلي فوزه بالجوله التاسعه امام نادي الجيش على صاله الامير عبد الله فيصل. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعه المشاهده. اتمنى من الله ان اكون قد وصفت ووفقت في وصف المباراه. شكرا لكم، ولكم مني ارق التحيات الزميل العزيز هيثم السعيد وزملائه وضيوفه الكرام. لكم مني كل الشكر والتقدير. اليكم الميكروفون.